السلام عليكم. ثاني سنة أولى متوسط، ثانية متوسط عفوا. اليوم عندنا دخلنا في سيكونس نيميرو دو. نبدأ مباشرة على بركة الله في شرح الصفحة رقم 84. جو غوغارد لا بون ديسيني اي جو دي سكو جو فوا، يعني نشوف لا بون ديسيني ونقول واش راني نشوف. أول حاجة واش هي لا بون ديسيني؟ حنا قرينا من قبل لا فابل اللي فيها ديالوغ تاع الحيوانات، يعني حوار بين الحيوانات. مازلنا في الحوار تاع الحيوانات، يعني الحيوانات هي اللي تتكلم ولكن على شكل مرسقات، يعني صور. هذيك الصور نلقاو فيها الحيوان يسموها ليفينيات. هذوك ليفينيات نلقاو فيهم الحيوانات يهضروا، والكلام يعني الباغول تاع هذوك الحيوانات نلقاوه في هذو البيل الصغار اللي هما الفقاعات. نبداو في الفينيات الاولى. عندنا هنا واش رانا نلاحظوا؟ عندنا هنا اسد راه متقلق ولا زحفان، علاش؟ لان الفأر الكبير اللي هو لغة، الفأر الصغير هو لا سوغي، الفأر الكبير هو لغة، افسد نومه. هنا في هذه الثانية صرا حوار بيناتهم، يعني بعد ما افسد نومه ما ناش عارفين واش قالوا الاسد، دوك نفهمو واش قال اللغة. نروحوا للصورة الثالثة. هنا الاسد حكموه الصيادين، هنا الصيادين يحاولون قتله. وفي الرابعة رانا نشوفو بلي الفأر راهو يقدم في هذيك لاكورت باش يخلص باش ينقذ لوليا. وهنا في الأخير جرى حوار واحد آخر ما بين بعد ما خلصوا من هذيك الحبل، صرا نقاش ما بين الأسد والفأر. نبدأ مباشرة في الأسئلة باش نفهم أكثر. جو غوغارد لا بي دي، لا بي دي يعني لا بوند ديسيني، اي جو ريبون أو كيسيون. لغة تخبل لو سومي دو ليون، كيل فينيات لا مونتخ، يعني واش هي لو مونتخ، واش هي الفينيات اللي تبين لي بلي الاسد لغة يعني افسد النوم تاع الاسد. عندنا هنا راه فوق راسو، هنا نشوفو في لغة راه فوق راسو، وهو هنا راه مقلق، يعني لا بخوميييغ فينيات هي اللي تبين لي بلي الاسد افسد نومه الفار. Je choisis la bonne réponse dans la deuxième vignette, le lion. يعني في الفينيات الثانية اللي أنا نشوف فيها أنا قدامنا، le lion qui fait rader est énervé, est amusé, est affolé, est content. Énervé يعني مقلق منرفي، est amusé يعني يتسلى ولا يضحك ولا يبتسم ولا، est affolé يعني الهلع، يعني أنا خايف لدرجة كبيرة. اي كونتون يعني فرحان. الاجابه هي هنا راهو يستهزئ من اللغه، يعني راهو فرحان، يستهزئ ولا يضحك ولا، يعني نقولوا الاجابه راهي هنا لو ليون سومبل اميوزي. السؤال الثالث دون لا دوزيام فينيت، يعني في الفينيت الملصقه الثانيه. ايماجين اي ديسكو لو غا دوموندو ليون، يعني قلنا تخيل واش طلب الفأر من الأسد، ومن بعد تخيل ماذا رد عليه الأسد. نروحو نشوفو في لا دوزيام فينيات. هنا واش قلنا؟ قلنا بلي هو أفسد نومه، بطبيعة الحال الفأر كي الأسد كي يلقى فأر ما راحش يطلقو، يعني المفروض أنه ياكلو، يعني هو يطلب منه أنه ما ياكلوش، يعني يخليه يروح. نشوفوا الاجابه مع بعض. لوغا دوموند اوليا لازم موا لا في سوف اي سي ان جور تو ا بوزوان دو موا جو سوري لا، يعني انقذ حياتي خليني نروح، الى في نهار احتاجتني تو ا بوزوان دو موا جو سوري لا، يعني الى في يوم من الايام احتاجتني ستلقاني هنا. يعني هذا كان الكلام تاع الفأر في لافينيات اثنين. لو ليون لوي ريبون اميوزي يعني ساخرا ولا مستهزئا ولا، اجابه مستهزئا ولا، هذا لي فيرب دي بارول، هذا تاع ريبون لوي ريبون ولا لوي دي ولا دوموند. tu crois vraiment qu'un jour j'aurai besoin de toi، يعني tu crois vraiment qu'un jour j'aurai besoin de toi، هل تعتقد انه في يوم من الايام اني انا نحتاجك انت، يعني بكل سخرية كيفاش أنا نحتاجك أنت.
يعني هذه الإجابة المحتملة والحوار المحتمل في الملصقة الثانية. دون لا تخوازيام اي كاتخيام فينيات لو ليون اي ان دونجي بوركوا اتون افي، يعني في الثالثة والرابعة، الملصقة الثالثة والرابعة، الأسد راهو في خطر، لماذا؟ الإجابة هذه هي دي شاسور اون كابتوغي لو ليون لون اتاشي اي فول لو توي، يعني دي شاسور اون كابتوغي، صيادين التقطوا ولا حكموا لو ليون لون اتاشي، يعني ربطوه، اي فول لو توي وأرادوا قتله. هذا هو الخطر اللي راهو هذا هو الخطر اللي راه فيه الأسد. عندنا سانكيام كيسيون، كو تونت دو فير لو غا دون لا سانكيام فينيت، يعني ماذا أرادت واش دارت الفأرة، هذاك الفأر في لا سانكيام فينيت، رانا نشوفو فيها هنا راهي تحاول تنقذ الأسد، راهي تقضم في هذاك الحبل. لو غا فيان أو سكور دو ليون، il tente de ranger la corde qui l'attache، يعني حاولت جاءت لإنقاذ الأسد، يعني حاولت أنها تقدم مولات هذيك الكورد اللي راه مربوط بها. عندنا كسؤال آخر، إيماجين جودي لا سويت دو ليستوار، يعني دوك حنا نزيدو نتخيلو بعد ما أنقذاتو لا سويت تاع ليستوار شتي هي، يعني بعد ما الفأر أنقذ الأسد صرا حوار بيناتهم في الملصقة الأخيرة. لو ليون واش قال؟ لو ليون لويدي، قال له يعني للفأر جو تو غوماغسي دو مافواغ سوفي لا في، يعني أشكرك لأنك أنقذت حياتي. لوغا غيبليك، يعني أجابة، جو تافي بيان دي كان جور جو تو روندغي لاباغي، يعني أخبرتك بلي يجي نهار وين راح تحتاجني، يعني نعاونك وأرد لك بالمثل. لو ليون أفيرم، يعني أكد الأسد، الأسد أكد ذلك. أنا توجور بوزوان دامبلي، يعني هذيك كمورال، يعني المغزى من القصة، أنا توجور بوزوان دامبلي بوتي كسوا، يعني نحن دائما في حاجة من هم أصغر منا. يعني لا مورال من هذا القصة، هذا هو لي بلي بويسون بوف افوار بوزوان دي فابل، يعني الأقوياء حتى الأقوياء ويكونوا يقدروا يحتاجوا يعني للضعفاء، كما احنا عندنا مثل يقول بالعربية بلي يعني حتى مول التاج ويحتاج، نقولوا مول التاج ويحتاج، يعني ماشي دائما اللي يكون في منصب تاع قوة في موضع تاع قوة يعني ما راح يحتاج لحتى واحد. يعني نبدا مباشرة في الصفحة 85، واش عندنا؟ عندنا هنا بون ديسيني واحدة أخرى، بون ديسيني لاغونو لو سانج إي لانوا، يعني أنثى القرد وحبة جوز الهند. عندنا هنا إن جون غونو كويي أون نوا دون سا كوك فيغت، يعني لأن أنثى القرد تقطف حبة جوز الهند. لافينيت دوزيام ملصقة ثانية، ماما ما دي كو لي نوا ايتي بون المامونتي، يعني امي قالت لي بلي حبة جوز الهند لذيذة، لقد كذبت علي. بر كوم سي تا كوم سي امير، يعني كم هي مرة. بر هذا من بعد راح نشوفو اسمه شتو هو، هنا هذا الصوت اللي يحدث للحيوان، يعني باش نبينوه نكتبوه في هذه الملصقة بشكل معين، من بعد راح نعرفو اسمه. نشوفو في اللي بعدها، واش عندنا؟ سوفخوينا او كانغو جولوجات، يعني واش دارت؟ رمات هذيك الفاكهة وقالت بلي ما عندها حتى ذوق. دق دق، يعني هذا هو الصوت تاع حبة جوز الهند عندما وقعت على رأس القرد، أي هذا صوت الألم، صوت الألم كيما طاحت عليه الحبة. يعني هذه هي، نروحو للملصقة اللي بعدها، فيت انترو دو كايو لا كاس لو بليش اي لا مونش، يعني مباشرة واش راح درها؟ يعني كسرها بين زوج حجرات ونقاها قشرها الى مانج واكلها. واش كان يقول دوكا؟ هذا البابل تاعو هو في هذه البيل، اون نوا سا اون نوا سا تومب بيان جي تري فان، يعني
هنا يعبر على الفرحة تاعو، لأنه كي سقطت هذيك الحبة تاع يعني دي حبة جوز الهند، قال بلي جيد لأنني جدو جائع. روحوا للمساق الأخيرة، راح هنا صرا حوار ما بين القرد وهذيك أنثى القرد. فوتخ مار أ غيزون، يعني أمك لديها الحق ولا على حق. لينوا أون فوغ بونغو، يعني مذاق جميل. مي الفو لي زوفغيغ، مي الفو لي زوفغيغ، يعني لازم تفتحيهم. سوفوني فو كو دون لا في، يعني هنا راهو يمدلها في نصيحة، يعني تذكري بلي في هذه الحياة سون ترافاي اي سون ايفور اون ا بوان دو بليزير، يعني بلا ما بلا عمل وبلا مجهود ما عندنا يعني حتى ما كان حتى متعة. يعني هي هذه هي المغال من هذه القصة. نروحوا للسؤال اللي بعده، نروحوا للأسئلة مباشرة. جو ريبون او كيسيون. دون لا بروميير بول كو في لا غونو، لا بروميير فيل بول واش راهي دير؟ لا غونو راهي تقطف في حبة جوز الهند. هذه هي الإجابة. دون لا دوزيام فينيت لا غونو، عفوا دون لا بروميير فينيت كو في لا غونو، دون لا فينيت نيميرو 1 لا غونو كي نوا، يعني راهي تقطف في حبة جوز الهند. نروحوا للسؤال اللي بعده. دون لا دوزيام فينيت لا غونو اي مي كونتانت، مي كونتانت عكس كونتانت يعني حزينة، عكس سعيدة اللي هي كونتانت حزينة. مي كونتانت بوركوا، علاش؟ شوفوا الصورة هنا، علاش راهي حزينة هنا؟ واش عشان اون في ان نو فو با فير لي فور دو فريغ لا نوا، يعني ما حبتش تبذل المجهود باش تفتح حبة جوز الهند. اي الا كروكي دون لا كوك امير، يعني طاحت في القتاحة المر، يعني علاش راهي حزينة؟ لانه كي ذاقت حبة جوز الهند لقاتها مرة. علاش لقاتها مرة؟ لأنه ما فتحتهاش من الداخل. روحوا السؤال اللي بعده. كو دي تا لا بروبوز دو سا مير، كيل سون لي باغول برونونسي، يعني ماذا واش قالت على ماماها، واش هما الكلام اللي نطقاتو؟ واش قالت لاغونو؟ ما مير ما دي كو لي نوا اي تي بون، ان مامونتي، قالت بلي ماما قالت لي بلي حبة جوز الهند لذيذة، لقد كذبت علي. هذا هو الكلام الذي نطقت به أنثى القرد. قال دي أوسي، واش قالت ثاني؟ بر، يعني هذا هو قال لك اذكر لي الباغول، يعني الكلام التي اللي نطقته هو اللي راه في هذوك لي بول. قالت مامور دي كو لي نوا ايتي بون ان مامونتي، وقالت ثاني بر كوم سي امير، يعني كم هو مر، كم مذاقها مر. سؤال اللي بعده. pourquoi le singe est-il souriant، يعني علاش السنج راهو يتبسم؟ نشوفوا بلي لو سانج هنا راهو يتبسم، علاش؟ باسكو لقى حبة جوز الهند، لانه لقى هذيك حبة جوز الهند وهو جائع. لو سانج اي اورو دافوار اون نوا ا مانجي، راهو فرحان لامتلاكه لانه لقى حبة جوز الهند باش ياكلها. كار ولا باسكو إلا تري فان، لأنه جد جائع. أن كونساي إي دوني على غونو، يعني كاين نصيحة أعطيت لأنثى القرد. أنديك لا بول كي كونتيان سي باغول، يعني ورينا لا بول يعني اللي فيها هذا الكونساي النصيحة، يعني هذيك النصيحة راهي مقدمة في عفوا هذيك النصيحة راهي مقدمة في لابول الأخيرة. هنا واش قالت لها؟ سوفوني فو كو دون لافي سون ترافاي اي سون ايفور اون ا بوان دو بليزير، يعني هذه هي النصيحة اللي قدمت على قالت لها ما تنسي تفكري بلي في هذه الحياة بلا جهد وبلا عمل يعني ما كان حتى يعني يعني في لا سيزيام بول.
Dans cette histoire, nous découvrons que, يعني السؤال السادس في هذه القصة شتا استفدنا يعني ماذا اكتشفنا؟ عفوا واش اكتشفنا؟ الفو سونتخادي يعني لازم علينا نتعاونو ما هدرناش على التعاون في هذه القصة. لي زابارونس سون سوف ترومبوز يعني المظاهر خداعة ما هدرناش على المظاهر ولا لو ترافاي اي توجور ريكومبونسي يعني دائما يعني الإجابة هي لا بون ريبونس اي لو ترافاي اي توجور ريكومبونسي يعني دائما الإنسان كي يخدم يلقى كي يتعب يلقى يعني من جد وجد. هذه هي المغال من هذا القصة يعني هذا هو المغال يعني المغزى من هذه القصة لو ترافاي توجور اون كومبانسي. نتمنى انه الفيديو هنا يعجبكم وراح نشرحه باذن الله في الحلقات في الفيديوهات الجاية راح نشرحه للدروس القادمة بحول الله. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.